اضطر رئيس الوزراء التونسي الجديد مهدي جمعة يوم الأحد لإرجاء إعلان أسماء أعضاء حكومة مؤقتة ستقود البلاد حتى إجراء انتخابات بعد إخفاقه في التوصل لإجماع في الرأي على منصب وزير الداخلية. وكلف جمعة بتشكيل حكومة في ديسمبر بعد أن وافق حزب حركة النهضة الإسلامية على التخلي عن الحكم في حل وسط مع المعارضة العلمانية لإنهاء أزمة هددت بتقويض التحول الديمقراطي في البلاد. كما تعرفوا كنت جاي باش نسلم له القائمة بتاع الحكومة. خيرت كوني ما نسلمهاش اليوم للبحث على مزيد من التوافقات. وأضاف جمعة أنه كان حريصا على التوصل إلى إجماع فيما يتعلق بالحقيبة الأمنية. ما فماش مشكل كبير، وقع نقاش معمق من جميع الأطراف في الحوار الوطني حول حقيبة الأمن، وما كانتش نقاش متاع أشخاص، بل كان من طرفي حرص على أنه يخرج فيه إجماع، لأنه الفترة هذه ما نجم نواجهها إلا بالإجماع. وكانت هذه انتكاسة لتونس بعد أن انتهى المجلس التأسيسي من وضع دستور جديد للبلاد الأسبوع الماضي. وقالت مصادر حزبية إن زعماء المعارضة التونسية يريدون تعيين وزير داخلية جديد، ولكن جمعة حث على الإبقاء على الوزير الحالي لضمان الاستمرارية في الأمور الأمنية الرئيسية في الوقت الذي تواجه فيه البلاد الإسلاميين المتشددين. وجمال رويترز.